ابتداء من اليوم عملية الاندمنيزاسيون، التعويض فيما يخص الأشجار المثمرة لإخواني الفلاحين. وتبعتوا معنا عملية التعويض فيما يخص الماشية على مستوى بعض الولايات، اللي في وقت قياسي أقل من 15 يوم كانت الدولة واقفة وجهزت كل الإمكانيات لعوضنا بالآلاف الحيوانات اللي ضرت. اليوم حتكون فيه تعويض أكثر من 3 ملايين، هذا غير زيتون، لإخواننا الفلاحين في كل مناطق اللي تضرت.